السلام عليكم، مساء الخير دكتور. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا بداية المحاضرة ناخذ بس أسماء الحضور الموجودين معنا بالمحاضرة. علي مفلح عقل الحراحش موجود. مراد علي صبحي. عبد الفتاح زياد. حاضر دكتور. جاهد رياض. حاضر دكتور. إسماعيل أبو عيطة. حاضر دكتور. عبد الله أسامة. حاضر. محمود هايل. موجود دكتور. حمزة عبد المطلب. محمود مبارك. أنس مجدي. طيب، احنا كنا بالمحاضرة السابقة بلشنا بشرح محتوى الرسائل التي يتم تبادلها بين اللي هو المانجر والإيجنت، وقلنا انه في عندنا تو اوبريشنال مسجز يتم تبادلها ما بين اللي هو المانجر والايجنت. في عندنا اللي هو جيت ريكويست، جيت نيكست ريكويست، وست ريكويست، وست نيكست ريكويست، واللي هو التراب مسج. هذول احنا تعرفنا بشكل عام على اللي هو معظم هاي الرسائل، وكنا اللي هو وصلنا لعند اللي هو المسج فورمات للتراب، بروتوكول داتا يونت، بروتوكول داتا يونت، بروتوكول داتا يونت. وقلنا البروتوكول داتا يونت اذا بتذكروا في المحاضرة السابقة هي عبارة عن تسمية المسج في حال حركتها من لير للير ثانية. وقلنا انه بالترانسبورت لير بنسميها سيجمنت، وبالنتورك لير بنسميها باكيت، وبالداتا لينك لير بنسميها فريم. الان المحتوى لهاي الرسائل يختلف باختلاف نوعية الرسالة اللي احنا بنوديها الان بين المانجر وبين الايجنت. الآن ذكرنا لكم أنه إحنا بنستخدم في عملية تبادل الرسائل نستخدم اللي هي الفورم معين. هذا الفورم المعين بتخاطب مع المانجر والإيجنت من خلال اللي هو الأرقام، يعني كل رقم من هاي الأرقام له معنى خاص به. فهو باخذ الـ variables اللي هو generic، الـ trap اللي هو الانتجر. في عندنا 0 1 2 3 4 5 6، كل رقم من هاي الارقام له معنى. لما نقول سي 0 معناته التراب اللي عندنا او المشكله اللي عندنا اللي هي الكولد ستارت. في عندنا الوارم ستارت 1، اللينك داون 2، واللينك اب 3، الاوثنتيكيشن فيلر 4، واللي هو الـ equipment neighbor loose 5، والـ enterprise specification اللي هي 6. هاي اللي هي الرسائل يتم تبادلها ما بين المانجر ما بين الايجنت والمانجر في التراب مسجز، وكل رقم من الارقام يدل على خطأ معين داخل الايجنت نفسه.
هون تركناكم في المحاضرة السابقة، الآن بنتابع نسولف عن اللي هو الـ Simple Network Management Operation. في عندنا اللي هو الآن سلم بي Entity performs the following to transmit الـ PDU الـ Protocol Data Unit. أول شغلة بسويها حتى يبعث الرسالة بسوي لنا عملية اللي هي بناء للرسالة باستخدام الـ ASN.1، والـ ASN.1 هي عبارة عن لغة البرمجة اللي إحنا بنستخدمها، وقلنا لكم إنه هي زي أي لغة برمجة، مش مطلوب مننا مرحلة البكالوريوس إنه نتعلم هاي اللغة، لكن للأكثر تخصصاً بالمستقبل ماجستير أو الدورات المتخصصة بأخذوا هاي اللغة. Next step بعد ما إحنا نسوي عملية الكونستراكشن للدو بصير عندنا عملية اللي هي إرسال الPDU to الAuthentication Service اللي هي الAS3، بصير عملية اللي هي الأوثنتيكيشن، يعني الآن بخش مرحلة اللي هي السيكوريتي. بصير عملية اللي هو الإنكريبتد، بصير لها عملية اللي هو الإنكريبتد. الآن البروتوكول انتيتي اللي موجود بالمانجر أو بالإيجنت بسوي عملية كونستراكشن للSNMP مسج من خلال إضافة اللي هي الهيدرات اللي ورجيناكم إياها بكل مسج من المسجات، لتحتوي mainly على الـ Virgin Field الـ Community Name to the IPDU. هذول اثنين الرئيسيات اللي هن الـ Virgin Field والـ Community Name. بعدها بيجي اللي هي المسج itself. Then بعدين بعد ما نسوي عملية construction كاملة بصير في عندنا عملية اللي هي الانكودينج لل المسج باستخدام اللي هو البي اي ار. يعني الان يفترض انه كل واحد مننا لما نقول البي اي ار او الاي اس ان دوت 1 يعرف شو هو اختصار لايش وشو الفانكشن اللي بيسويه بي وشو الفانكشن اللي بيسويه بي. الان احنا رايحين للي موجودين معنا نسوي مشاركة اللي هي assignment من خلال الإجابة على الأسئلة اللي بدي أسألها لكل واحد منكم على المسجات. بس إيش تنخلص السلايد هاي، فاللي موجودين معنا الأسئلة راح تكون من خمس علامات، من خمس علامات. احنا سوينا كويز الاول، سوينا الاساينمنت، الان بدنا نسوي الاساينمنت الثانيه من خلال مشاركه بالاجابه على الاسئله هاي. الكل سامعني؟ واضح شو قاعد بقول؟ كويس. الان الاس ان ام بي انتيتي بقوم بالأمور التالية لما يتسلم الرسالة. يعني الآن إحنا بالطرف اليسار أعدينا الرسالة، أرسلنا الرسالة، الآن الطرف المقابل شو اللي بده يسوي؟ أول شغلة اللي هي زي أي رسالة بيستقبلها لازم يتأكد من انه الرسالة هاي ماخذة الترقيم الصحيح. قلنا لكم لما يتم ارسال الرسائل بعد ما يصير عملية السيجمنتيشن كل سيجمنت تاخذ اللي هو رقم ترقيم. الان مجرد ما وصلت للطرف الاخر بده يصير اللي هي عملية ترتيب لهاي الداتا بحيث انها تكون عندنا مسج مقروءة ومفهومة. النكست ستيب انه بسوي عمليه اللي هي تحقق من الفيرجن
نمبر. إذا كان في عندنا عدم موائمة ما بين الفيرجن نمبر، بتم عملية اللي هو إسقاط هاي الرسالة. أيضا الرسالة إذا ما صار لهاش عملية اللي هي الأوثنتيكيشن، مباشرة الطرف المستقبل بودي اللي هي التراب مسج، التراب مسج، ومباشرة بيسوي عملية إسقاط لهاي المسج على أساس إنها مسج هاي مش المسج اللي ممكن نتوقعها أنها تصل من المانجر للإيجنت. الآن باستخدام الكوميونيتي نيم بصير في عندنا اللي هو الأكسس بوليسي اختيار لها، وبنسوي عملية اللي اختيار للبدو اللي احنا استقبلناها، ونسوي لها عملية اللي هي البروسيسينج، نسوي لها عملية البروسيسينج. الريتون بدنا نسألكم بعض الأسئلة للموجودين معنا، بحيث أنه كل طالب للموجودين أنه يأخذ علامة من 5 علامات. في عندنا محمد الغرايبة، انت كنت موجود من الصبح معنا من بداية المحاضرة؟ دكتور موجود، بس لأن شابك من جهازين. طيب بدنا تسولف لنا يا محمد الغرايبة من السلايد اللي قدامك، كاي شو يعني فيرجن، شو يعني كوميونيتي، وشو يعني داتا؟ فيرجن هي النسخة للبروتوكول مثلا، أو شوي بس خليني أطفي الصوت الثاني عشان أسمع. هيك سامعني؟ سولف. بقول الفيرجن اللي هي النسخة، نسخة الايدنتيفاير. هاي هن الكوميونيكيشن موديل، فعندي الفيرجن والكوميونيتي والداتا، فأصلا هن بيعتمدن على بعض. كيف؟ هسه يعني الفيرجن اللي هي الاوبريشن سيستم اللي شغال، او ايش المتطلبات تاعيته. الكوميونتي يعني كيف بتتواصل، او كيف بدي اعمل اداره للتواصل بين العمليه معالجه المسجات، والداتا اللي هي بروتوكول داتا يونت. طيب إسماعيل أبو عيطة، شايفين عنهم عن ال شو يعني فيرجن، وشو كوميونيتي، وشو الداتا؟ أبو عيطة معنا إسماعيل؟ دكتور معك. شلفنا عن العمي؟ طيب أنس مجد الغراغير، أنت ما كنتش موجود معنا من بداية المحاضرة، شلفنا عنهم؟
جامعنا يا أنس؟ طيب عبد الفتاح زياد؟ نعم دكتور. تولفنا عنهن؟ يلا طبعاً بس. دكتور فش عنده فكرة مش طيب. أمجاد بتقدر تسولفنا عن نجي؟ نعم دكتور. يلا سولفنا عنه. والله دكتور ما عنديش فكرة عنه والله دكتور. ما دكتور وأنا أحكي. طيب مراد علي صبحي. كنا نسأل مراد. أنت ما كنت موجود معنا من الصبح من بداية المحاضرة ما كنتش موجود ها؟ لا والله كنت نروح من الدوام يعني سايق فما كنتش مركز. أوكي. هسه فلت لأن أوكي. يلا سألنا عنه. تمام. هسا اللي هو الفيرجن دكتور اللي هو الإصدار يعني الإصدار النوع الإصدار حجمه القوة الفعالية تبعته واللي هو عندك الداتا اللي هي المعلومات اللي بنقوم بإرسالها واستقبالها. طيب الآن مراد ومحمود الغرايبة وإسماعيل أبو عيطة وأنس مجدي مش راضي يرد علينا وعبد الفتاح وعبد الله أسامة ومجاهد نعكو من هون للي هو نهاية اليوم بتودولي على اللي هو هسه بفتح لكم ال الاسايمنت تكتبوا لي عنهم صفحه واحده بس شو بعنن هذول مشان تاخذوا خمس علامات الفيرجوال كوميونتي والداتا مشان انتم الموجودين تاخذوا خمس علامات اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 7 طلاب في عندنا ثلاث مش موجودين اصلا فانتم السبع طلاب معكم من هون لنهايه اليوم تودوا لي صفحة واحدة بخط اليد شو يعني فيرجن شو يعني كوميونيتي وشو يعني داتا ماشي شباب. طيب دكتور بقدر احكي لك اياها اليد؟ لا بدنا اياها على ورقة مكتوبة بخط اليد. طيب طيب تمام معناته بنتابع محاضراتنا احنا بس تنسجل اسماءكو
طيب اذا وصلنا الان الكوميونيكيشن موديل اللي هي جيت ريكويست للباكيت بروتوكول داتا يونت. الان السندر اللي بيرسل الرساله هاي اللي هو الميل للمانجر بيكون بيسوي عمليه انكلودينج للفيلدز التالي اللي هي البروتوكول داتا يونت تايب نوع الرساله، ايضا بودي ريكويست اي دي. طبعا الريكويست اي دي ضروري جدا على اساس انه كل طلب بيتم استقباله من قبل الايجنت بده يتم الاحتفاظ به اللي هو بالداتابيس. بالتالي كل ريكويست لازم يكون له رقم مختلف عن الثاني، بحيث انه اذا الايجنت استقبل نفس الرسالة أكثر من مرة بتم إسقاط الرسالة مباشرة اللي تم إرسالها أو تم الإجابة عليه. كمان رايح حط اللي هو get request اللي هو variables bindings اللي هي variables أسماء variables instance إذا بتذكروا اللي بده القيم الاتليف يتس عليها اللي هو بده يودي له عليها اجابه انه كل variable بده يكون موجود. اذا بكون في عندنا list of object instance whose value are requested. يعني قلنا احنا الطلب في عندنا نوعين، في عندنا بكون في عندنا just one instance for each object للي نتذكر معنا، وفي عندنا multi instance for each object. الآن لما يكون في عندنا اللي هو variable bindings بيكون في عندنا more than one instance for the same object، يعني بيكون في عندنا عدة instance، فالعملية الإجابة أو عملية الطلب بده يكون لا أكثر من قيمة، لا أكثر من قيمة. هاي الشكل اللي هو البروتوكول داتا يونت وعملية التبادل ما بين المانجر وما بين الايجنت. لاحظوا عندنا هذا اللي هو السكالر فاليوز اللي هو الزيرو، هذا يتم التعرف عليه انه كل طلب بيتم وصمه زي ما حكينا قبل شوي بي اي دي. اذا لما يتم الاجابه بيتم الاجابه على اللي هو الاي دي هذا. اذا في عندنا اللي هو الزيرو اللي هو the case that the scalar values should be retrieved، يعني الآن القيمة هاي المطلوبة يجب إنه إيش؟ يجب استعادتها بالجواب من الإيجنت باتجاه اللي هو المانجر. إذا في عندنا get request get response بيجي من اللي هو طرف الإيجنت اللي هو الإجابة على الريكوست. get request برضو مرة ثانية مع get اللي هو response. الآن إذا بتلاحظوا عندنا بنوعية الرسائل هاي إنه كل رسالة يتم إرسالها من المانجر إلى الإيجنت بطلب منه قيمة واحدة، بطلب منه قيمة واحدة. رايحين نشوف كمان شوي اللي هي إنه يطلب عندنا أكثر من قيمة. الآن get request protocol data unit اللي هي بكون في عندنا طلب either all values of all variables in binding list، يعني بكون في عندنا طلب لجميع القيم لل variables اللي موجودة عندنا. آه،
الايرور مسج اللي يتم ارسالها من قبل الايجنت للمانجر قلنا في حاله انه حدوث خطا. في حاله الجيت ريكوست دو اللي هي المسج الايرور مسج اللي يتم ارسالها لجنريتد اف ات ليست one of the variables couldn't be found. الآن يعني طلب مجموعة من ال variables لمجموعة من ال objects. الآن إذا واحد من هاي القيم اللي بالليستة أو بالقائمة غير موجود مباشرة ال agent بودي اللي هي ال error message. الايرور مسج زي ما اخذناها هنا المره اللي فاتت بالمحاضره السابقه قلنا no such name too big واللي هو الجن ايرور. الان الرقم اللي باخذه كل واحد من الايرورات او من الاخطاء هاي في حدا مش عارفه او مش متذكره؟ يعني الكل بيعرف شو الارقام اللي بنستخدمها مع كل نوع من انواع الاخطاء هاي؟ الأرقام اللي أخذناها في السلايدات اللي فوق صح دكتور؟ بحكي الأرقام اللي أخذناها في السلايدات اللي كانت فوق. أخذناها بس إحنا متذكرين حفظناها، قلنا لكم هاي تيجي بالامتحانات ضروري إنكم تحفظوها، حفظتوها؟ طيب هاي من مرة ثانية بنذكركم إنه مهم إنكم تحفظوا هالأرقام هاي for each error. الآن الايرور إندكس، الايرور اندكس بيشير للي هي للبروبلم للاوبجكت. مثال يعني الفاريبلز ان بايندينج ليست ذات كوزد ذات بروبلم. اوكي، يعني شو هو سبب المشكله، شو هو سبب الخطا، وين هذا بكون موجود؟ بكون موجود بالايرور اندكس، بالرساله اللي يتم ارسالها من قبل الايجنت للمانجر. الان في عندنا بالليف اوبجكت، الليف ورجيناكم اياها بالرسمه بالمحاضرات السابقه لما قلنا في عندنا مور ذان وان انستنت فور ايتش اوبجكت، وقلنا لكم انه الميب هي عباره عن مؤشرات بوينترات بتشير الى القيم الموجوده داخل ايتش ليف. كمان مره، الميب هي عباره عن مؤشرات، المؤشرات تاي بتاشر على القيم الموجوده بالليف للاوبجكتات، للايش؟ للاوبجكتس. الآن بعض الأوامر اللي يتم إرسالها مشان إحنا نسترجع قيم كاملة، يعني مثلا في عندنا تيبل موجودة بالإيجنت، التيبل هاي موجودة بالفيزيكال داتابيس وبأشر عليها اللي هو الميب، مؤشرات الميب للليف للأوبجكت داخل تيبل، معناته كل رو بده يكون يحتوي على قيم اللي هو ليف تبعت الاوبجكت. فلما يصير في عندنا اللي هو خطأ في عملية الطلب، الأمر نفسه يعني في خطأ، بتم برضو إرسال اللي هي رسالة الايرور مسج من المانجر للايجنت. هاي الـ IP root destination مثلا، هاي get request مثلا يعني من الـ table index بتكون موجودة على سبيل المثال، يعني اللي هو في عندنا الـ IP root destination، الـ IP root اللي هو المتريك 1، واللي هو الـ IP root next hub. طبعا هذول وين بكون المحفوظات؟ يا شباب
المعلومات اللي زي هيك وين بتكون؟ بأي جهاز من الأجهزة المكونة للشبكة بتكون محفوظة؟ يلا يا شباب، شبكات في الراوتر دكتور. في بالضبط، إذا بتكون إحنا قاعدين نسولف عن الراوتينج تيبل اللي بتكون موجودة بالراوتر. ممتاز، من هو اللي جاوبني؟ أنا دكتور إسماعيل. إسماعيل، هاي مثال من الأمثلة لما بنسولف عن إنه طلب. قبل شوي شو قلنا؟ الطلب اللي هو رو. شو يعني رو يا إسماعيل؟ صف. صف، صف دكتور عمود. صف من ويش؟ من التيبل الموجودة. طبعا التيبل هاي ممكن تكون موجودة داخل الكمبيوتر العادي لقيم معينة، لأوبجكتات، لفاريبلز معينة. ممكن تكون موجودة بالسويتش، ممكن تكون موجودة بالراوتر. احنا حطينا لكم مثال هون على السويتش، على الراوتر، على الراوتينج تيبل اللي فيها اللي هو الاي بي روت ديستنيشن، اي بي روت متريك 1 مثلا، اللي هو عدد الهوبس، عدد القفزات اللي يتم استخدامها في الوصول للديستنيشن من الى. طبعا هاي بناء على توبولوجي معينه بتكون مبنيه داخل اللي هي الراوتر. الان الجيت ريكويست اللي هو الاي بي روت ديست اللي هو 9.1.2.3، اوكي، الاي بي روت متريك اللي 9.1.2.3، اي بي روت نيكست هاب اللي هي الرقم هذا مع رقم الثلاث اللي بيكون موجود. يعني اخذ ايش؟ اخذ قيم اللي هو الصف الاول هذا كامل. الان حتى نحصل على القيم هاي لازم احنا الامر تبعنا يكون صحيح، يحتوي على اللي هو الامر الصحيح. هاي الاندكس تيبل اللي سولفنا لكم عنها قبل شوي، يعني اللي هي قلنا عرفناها على اساس انها ايش قبل شوي، عرفناها على اساس انها ايش شباب؟ الاندكس. الاندكس يا شباب، الايرور اندكس. الايرور اندكس، الاندكس اوف تيبل شو يعني؟ لا بشرحكم عليه. محتويات. بالضبط، المحتوى لكل رو بالتيبل كلها كامله، اوكي، او للكولوم نفسه. هسه الكولوم هذا الموجود عندنا هون، سوري، الكولوم هذا اللي فيه اللي هو المعلومات تاعي، هاي مش الاندكس للايش؟ للكولوم، وهاي اللي هي اندكس للرو، اوكي، وكلنا هذول اندكس لمين؟ للتيبل. هاي اللي هي عمليه انه احنا بنطلب رو كامل، ورايحين نشوف بالفيرجن اللي بعديها اللي هي الاس ان ام بي فيرجن 2 في عندنا الجيت بالك، بحيث انه يودي لك قيمه التيبل كامله. الجيت نيكست ريكويست هون بنسولف على انه احنا بناخذ القيم اللي بعديها في التيبل، القيم اللي بعديها في التيبل، او اللي هو القيم لا اذا كان في عندنا مور ذان ليف للانستنس للاوبجكت ناخذ القيمه اللي بعديها. وهاي عمليه التبادل الرسائل ما بين اللي هو المانجر والايجنت باستخدام الجيت نيكست ريكويست. لاحظوا عندنا اخر رساله الطلب كان من اللي هو المانجر للايجنت، كاتب في جيت نيكست ريكويست سيرفيس 0، مباشره جاوبوا انه هذا الفاريبلز اللي انت سالت عنه no such name، هي نوع من انواع الايرور، ايرور مسج no object next to sys service. يعني للsys service بعديها ما فيش عندنا شيء، ما فيش قيم، فوداله اللي هي الرساله الخطا انه في عندنا خطا.
هاي أنواع مختلفة للرسائل اللي يتم تبادلها ما بين اللي هو المانجر والإيجنت باستخدام الـ get next request. إحنا بنكون لغاية